محمد سراج سي في كبير جدا، هنعرف جزء منه في التقرير ده في البيت الكبير اللي احنا محضرينه له، ونرجع تاني نكمل حوارنا في ملفات متعددة جدا. واحد من جيل الشباب الذي يحمل هم الأهل على عاتقه ويجري في دمائه عشق القلعة الحمراء والحرص على خدمة الكيان ورفعة شأنه والدفاع عنه بكل قوة وشراسة في أي مكان وزمان. إنه الدكتور محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والدينامو النشيط والمتوهج دائما في الكثير من اللجان والمهام داخل النادي تحت إشراف مجلس إدارة الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب. ولد محمد زكريا عبيد سراج الدين في 3 يونيو عام 1986 بحي المعادي، وتخرج من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية عام 2004، وعمل معيدا بقسم هندسة الإنشاءات إلى أن أنهى رسالة الماجستير الخاصة به بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وارتقى لمنصب مدرس مساعد بالجامعة. كما حصل محمد سراج على الماجستير في الإدارة الرياضية من جامعة ريال مدريد عام 2016، كما نال سراج جائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر ميونخ الأكاديمي الدولي عام 2018، واختاره نادي ريال مدريد متحدثا في مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم ممثلا عن مصر وإفريقيا عام 2018، فضلا عن أنه مثل النادي الأهلي عام 2019 كمتحدث رسمي في مؤتمر ويمبلي للاستادات، وكان الأهلي النادي العربي والإفريقي الوحيد بالمؤتمر العالمي الكبير. تولى رئاسة اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات عام 2019، كما تم تكليفه عقب فوزه في الانتخابات من قبل مجلس الإدارة بتشكيل لجنة الشباب بالنادي، وشارك في تعديل لائحة أعضاء النادي الأهلي الجديدة. وتوالت ثقة مجلس الأهلي ومحمود الخطيب في محمد سراج، فتم اختياره رئيساً للجنة ملف تعديلات استاد الأهلي وي السلام عن مجلس الإدارة، ورئيس لجنة وضع تصور رؤية استاد النادي الأهلي الجديد، وعضواً بلجنة شركة استاد الأهلي، وكذلك رئيس للجنة متابعة جراج النادي الأهلي بمدينة نصر عن مجلس الإدارة. ولم تتوقف الثقة في محمد سراج عند حدود النادي الأهلي، بل نال ثقة مسؤولي الرياضة المصرية كلها بوجه عام حينما تم اختياره عضواً باللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة السلة للشباب والتي أقيمت في مصر عام 2018.